عودة لكم مشاهدينا من جديد، بدي رحب فيكم وبكل شخص انضم لنا بهيدي الفقرة، وبدي اذكركم انه دائما فيكم تابعونا عبر www.nbn.com.lv. بهيدي الفقرة مشاهدينا اسمحوا لي اني رحب بضيفتي، ضيفتي رئيسة كيد بروف بالشرق الاوسط وشمال افريقيا ماتر دارين المصري. صباح الخير. بونجور لعلى، كيف الصحة؟ تمام، ماشي الحال. ماشي الحال. كيف الحال بهالشتويات؟ اي والله ليكي حلو، مثل بقولوا الله يبعث الخير. ان شاء الله. ان شاء الله على الجميع. اليوم موضوعنا كثير مهم، بعده احلى واجمل من الطقس اليوم، لانه كل السيدات اللي عم تابعونا والرجال وكل الاهل عندهم مشكله بهذا الموضوع تحديدا، اللي هو التنمر على التلاميذ بالمدرسه من اصحابهم. هيدا بنسمعها كثير من قبل الاهل. صح. بصير في شكاوى عده، بصير في امور وقصص من الصبايا والبنات الصغار، في اقول الاولاد بشكل عام. ولكن بدايه قبل ما نفوت بهذا الموضوع المهم جدا، لمحه سريعه عن كيد بروف. كيد بروف هلا بعتقد انه غنى عن التعريف، حكينا عنه بس هيك سريعا. كيد بروف هي اصلا مؤسسه كنديه متخصص بالتعليم السلامي ضد الاطفال، للاطفال حول العالم، ملايين الاهل، اساتذه، تلاميذ اللي استفادوا من تعليمنا. نحن عبر وزاره التربيه، المركز التربوي للبحوث والانماء وبلوم بانك، انطلق برنامج بروتكت اد اللي هو منهج دراسي كامل من عمر 3 سنين ل 18 سنه حول لبنان، مدارس الرسميه المهنيه والخاصه، ثلاث مدارس خاصة كمان عم تتبعوا للبرنامج. وهدفنا لو كان من مواضيع التحرش الجنسي، سلامة على الانترنت، شو يعمل إذا الولد، إذا في حرب، إذا في قواس، لحديث موضوعنا اليوم التنمر والاستقواء ضد الولد. فدونك نتأكد أنه الولد عم بنوصل له المعلومات الفعالة الاستباقية اللازمة حتى يقدر يحمي حاله من هلأ، بس كمان لكل حياته. نتأكد كمان عم ننمي مواطن ذكي. صح، وشخصية قوية بيقدر يثبت وجوده بشكل كتير طبيعي. صح. ما يكون عم يتعدى على شخصية الآخرين. صح. إنما على القليل عم بحافظ على نفسه وكيانه، وهيدا أهم شيء. اليوم موضوعنا التنمر، يعني بس نقول قدام الناس تنمر، شو يعني تنمر إذا نعرفها بشكل هيك قريب للناس؟ تنمر فيها نقول بولينج ان انجلي، انتيميداسيون ان فرونسي، اللي هو فعل تكراري. نعم. من جروب تلاميذ أو تلميذ واحد ضد تلميذ. هالفعل اللي هو بيكون إساءة جسدية، يعني يدفشوا، يلبطوا، يفركشوا، ياخذوا له أغراضه أمرار، مثلا ياخذوا له الترتين، ياخذوا له اسمه، يكبوا التروس على الأرض هن وماشيين بالكلاس. ففي يكون جسدي، في يكون لفظي، فهون يعيطوا له بألقاب، يشتموه، يتمسخروا عليه ريلي. في يكون اجتماعي، فهون مثلا يطلعوا إشاعات على الولد، في يمكن مثلا بنت تكون ماشية يصيروا يعملوا جروب هيك ويوشوشوا ويضحكوا. في يكون مثلا ما بدي يكون رفيقك، ما بدي اياك تكون ايه، ما تلعبوا، اذا لعبتوا معهم، اذا خليتوه يلعب معنا ما بحكي معكم. كنا عم نحكي من شوي انه مثلا يمكن نعمل حفله ما نعزم شخص من الاشخاص، كمان هيدي ممكن نوع من التنمر. بيجرح الاخرين. في عديد من القصص بتصير بين الاطفال بين بعض، عدم التوعيه هون هي مشكله كثير كبيره. صح. اول شيء بدايه ذكرتي اكثر من موضوع للتنمر، ممكن لفظي، ممكن جسدي، ممكن، بس هذا كله من جوات الشخص. يعني الاولاد هن اطفال ابرياء، يعني ما بيعرفوا شو ابعاد هيدي الشغله بتأثر على الطفل الآخر. اليوم كيف فينا نقدر يعني دور الأهل كتير مهم. صح. أكيد خاصة بدي فوت من باب الأهل قبل ما فوت لمدرسة وكل هالتفاصيل. Absolutely. شو لازم يعملوا الأهل؟ هلا أول شيء بدي أقول لك إنه عادة بأي مدرسة كل 7 ثواني بيصير في حالة تنمر. هيدا بالأفريج، يعني المدرسة كمعدل، في مدارس بتصير أكثر بكتير من هيك، وحسب المدارس الإساءة اللي بتصير عند الطفل بتكتر. كنت عم نقول هلا إنه مثلا يعمل عيد وما يعزمه، أنا في عندي كتير مدارس لبنان الولد يعمل عيده ويعزم فئته وما حدا يجي على العيد كمان. يعني في انواع، في انه انا عندي انه ياخذوا بالشنطه يعبوا لها اياها مي ويكبوها، يعملوا سديات ويوزعون عليه، يطلعوا اشاعات عليه ويوزعون، يعني نوعيه من الاذى بتاسى كثير. فانا هون بدي اقول ايه، كل 7 ثواني بتصير حاله استقواء او تنمر بقلب مدرسه بس، ورده الفعل الاهل كثير مهمه. هلا دجال الولد تيخبر كثير قليل يروح يخبر
يعبر، خصوصا اذا صار شيء تكراري لانه بيستحي، يعني صار بيستحي من حاله، صار بخاف انه اهلاته ما يصدقوه، وصار بخاف انه اهلاته يرجعوا يستعملوا التنمر يقسوا عليه. كثير امرار، وهيدي للاهل يسمعونا، انه كثير امرار بيجي الولد على البيت مثلا ماما عملوا لي هيك، طب يا ماما بدك تقوي شخصيتك بقى، طب يا ماما ارفعي شوي، بطلوا بيتمسخروا عليك رفقاتك، طب يا ماما بدنا نجرب نجيب لك ثياب احلى، طب يا ماما شو بدي اقول لابني، يعني طب يا ماما لازم تسقط حتى رفقاتك ما يتمسخروا عليك اذا هو كان الاول بالصف، لانه كثير شاطر عم بحاولوا يمسكوا اي شغله بسيطه لحتى يجرحوا فيه، صح، ليحطموا له من معنويات، صح. فالاهل الغلط هون هو انه يحطوا الحق على ابنهم اللي هو الضحيه. هلا من لانه كل شيء في دراسات بالعالم، اي اكسبرت، اي شخص، اي بسيكولوج، بسيكوثيرابيوت، جبتي له البولي يعني المتنمر والضحيه، للضحيه بنقول لها شكرا الى اللقاء، المتنمر هو اللي عنده مشكله. للضحيه هلا بنحكي بعد شوي يمكن قوي لها بطريقه بنفسها او نعلمها كيف تجاوب. بس انا اذا في عندي ابني يمكن ما بيعرف، انا ما معلمته يسب بالبيت، انا ما معلمته يكون بلا ادب، فاذا رفقاته في عندهم بلا ادب او بيسبوا او بيحكوا هالكلمات اللي مش منيحه، شو بدي اعلم ابني انه يصير يسب مثلهم حتى يصير انه اهلاتي ينبسطوا؟ فالمهم هون عندي بدي اعلمه اساليب بطريقه مهذبه انه يقدر يدافع عن نفسه بطريقه ابسليمه. فللاهل اذا بدنا نعرف، انت كنت عم تساليني من شوي للاهل خاصه ذكرتي نقطه دارين مهمه كثير جدا، انه نحن في بعض من الاطفال ما بيقولوا لاهلهم، بيستحوا او بيخافوا، صح. او بيقولوا ما بدي ابين قدام اخواتي يمكن او قدام اهلي انه انا عم بدعيهم بالمدرسه. كيف بيقدروا يعرفوا الاهل؟ بيعرفوا مثلا هلا اكيد اذا اجى على البيت ما معه ترتين، او اجى على البيت مبين جوعان كثير فبكى انه تغدى، فهون بيسالوا ماما انه مبين جوعان ما اكلت ترتين تاعيتك، ما حبيتك، ما حدا اخذها ولا كبيتها. بيجي على البيت مع اشياء ناقصه، التروس، المحاي، المسطره دائما وراءه، اذا جبتي له كي جديد بتلاقي عنده اشياء ناقصه تكراريا، اشياء مخزقه، الموطو تبعه مخزق، الهيدا مخزق. اول شيء بيقول لك انه وقعت هيك بس مره على مره، لا عم بيصير بتحسي بحكيه انا بيرسون مان، ما حدا بحبني، انا مني منيح، ما حدا انه مني شاطر، مني شو اسمه، بيقول الاشياء اللي بتنقله بالنهار. ابسوليمون بصير الاشياء اللي رفقاته عم بيقولوا لي اياها، انا جي با دامي، انا ما عندي رفقه، بتشوفي انه ما بده كثير، ما بده يروح على المدرسه، صح. يعني اكثر من عاده الفايقه صعبه، يبقى على ليكول. وعلاماته، اذا الولد علاماته عم تنزل، يا في نحن بالنسبه لنا يا في مشكل بالبيت يا في مشكل بالمدرسه، بلوس سوفان في مشكل بالمدرسه، لانه الولد اللي بيتعرض للتنمر بياثر على ثقه نفسه، على السلامه النفسيه تاعيته، وبياثر على علاماته. انا اذا خوفان اطلع على الركري لان حدا حيتمسخر علي، مني مركز ابدا بصف المات والفرنسي، يعني اخر همي، لانه انا بس جو سوي ان ترين بونسي وقت اطلع على الركري كاسكيل فون دير مي زامي، وما مين حقدر العب، ما حقدر العب. دائما هالتساؤلات اللي عم بتصير، هالقلق الشديد اللي عم بيعيشه الولد. في شغله قلتيها كمان، نحن بنصير يعني كل الاهل عم بتابعوني يمكن اكيد بحسوا بهيدا الشيء، ذكرت نقطه اليوم اذا كان بالمدرسه عم يتعرض الولد لنوع من الاهانه او نوع من التمسخر او مثلا سبيت، بتصير يعني اطفال عم يلعبوا بهيدا الشكل، شيء بخوف ودقيق. نحن اذا شفنا ابننا جاي على البيت اكل اكله، العديد من الاهل ممنوع يوصل على البيت اكل اكله، بدك تكون ضرب انه اكلت قتله بدك تضرب، شو رايك بهيدا الموضوع؟ كنا عم نحكي تحت الهواء، اكيد بنعلمه يقدر رد فعل، ولكن بس بتصير هيدي نوع مش من بعض ثلاث ارباعنا. ايه انا قلت لك نحن كبروتكت اد، تحت بروتكت اد صرنا عاملين يعني برامج تدريب لالوف الاهل، يعني يمكن هلا صاروا على 3000 4000 اهل، معي كثير منهم. ذا بوينت انه كثير بسمع انا بعلم ابني اذا ضربك اضربه، ايه اي فور ان اي. ليش هيدا الشيء؟ وانا بفهم، انتبهي، التنمر اكثر
حالة بتخلي الأهل هلا قلنا قد بتجرح الولد على مدة طويلة بس بتجرح الأهل لأنه هاي أكثر شيء حادثة ما فيني أحمي أولادي يعني I feel powerless مثلا أنا فيني أحمي أولادي بالبيت من السكاكين فيني أحمي أولادي على الطريق من واحد غريب بس كيف بدي أحمي أولادي وقت يكون رفقاتهم بالمدرسة عم بتمسخر عليهم شو بدي أنزل على المدرسة ولا أروح على البيت التاني وعلمهم كيف يربوا أولادهم فبخلي الأهل يحسوا powerless فبفهم الأهل بيقول يا ماما خلص بقى إذا ضربك اضربه أوكي فأنا جاكمبخام بس شو عم بعلم هون ابني أول شيء على مدى طويل المتنمر ما بيختفي بالمدرسة بكرة بيكون بالشغل بكرة بيكون يمكن رجل الأعمال بيكون البوس تبع ابني كوليج تبع ابني بيمكن يكون جاره فأنا اليوم ابني على كبر في ناس حيكلوا لهم حقه شو في ناس حياكل حقه ومش حيكون ما حيقدر تكون بهالوقت سوليوشن اضربه صح ولا لا مزبوط. فانا بدي اتعلم انه دافع عن حالي بدون ما استعمل الضرب لان الضرب منك ليه هاي واحد تاني شيء اكترية الاولاد ما حيقدروا يضربوا هذا الولد فديرفور بيرجعوا على البيت وبيحسوا حالهم فاشلين يعني فشلوا مره تاني يعملوا مثل ما اهلهم طلبوا منهم فان بوث كيسز مش منيحه هلا شو لازم يعملوا ايه يكونوا حازمين ويعلموا الاهل تعلم ابنه او بنته كيف تدافع عن اب حاله يعني انا بعد مع ابني اول شيء اذا خبرني قال له انه ميرسي قلت لي انا مبسوطه منك عم تعرف قد ايه نحن بنحبك مش الحق عليك هو الحق علي وهلا انا وياك بنحكي شوي انه المتنمر شو مشكلته حتى عم بيعمل هيك بس مش الحق عليك انا بحبك انت ذكي انت هيك يعني هون قوي له معنوياته هلا بعدين قال له طب خبرني عن جد خلينا نعمل وهون بدهم يعملوا رول بلاي يعني مثل مسرحيه خبرني شوف بالضبط شو عم بيصير معك شو عم بيصير وقت تروح على الركري بالصف اعطيني اكزاكتلي سيناريو مثلا وقت اروح على الركري بيتفشني وبياخذ الترتين تاعتي بقلب الصف بضل بتشد لي بشعري شو ما كان عرفوا اكزاكتلي وين بتكون وهون حطوا اول شيء خطه عمل يعني انت بجربي كوني مع هالجروب رفقات جربي كوني مع هاي مين في رفقات ثانيين اللي ما بيسببوك هالخوف دو بدي الولد يتعلم يكون حازم معناتها أقول شو بدي وشو حاسس يعني أنا ما بحب حدا ياخد لي غراضي ببقى تاخد لي غراضي نو يكون صارم ايه يكون صارم حازم وبدي مع الأهل يعملوا هالسيناريو هلأ الولد بيقول نو ما بدي حدا ياخذ لي غراضي تقول له فامه تقول له ماما برافو قلت شو بدك بس بدي اياك اقوى عمول اي كونتاكت معي يلا بدي اياك هيدا يعلي صوته برافو مره تاني اول شيء هيدا اكسلنت تايم للولد والام او الولد والبي يحسوا حالهم قريبين كواليتي تايم بيضحكوا هنا عم يعملوا السيناريو بيضحكوا هون رياحه نفسيه للولد اليوم وقت يشوف هيدا النوع من المسرحيه اللي عم بتصير ولكن في لها ابعاد كبيره هون عم يرتاح الولد عم بفضفض قد ايه مهم يكون عم بخبر ما يكون عم يحصر ابسولي ما وحاسس عنده كمان هيز بارت اوف ا تيم بطل لوحده بالقصه هيز بارت اوف ا تيم وعم بينعطى ادوات انا ليترلي كان في عندي بنت غير من اللي بضايقها دائما بقلب الصف من الايفنمون الكبير اللي صار حتى اما جابتها لعنا هو انه شدها بقلب الكور ديكول بنص الكور فهالجره هاي طلعت المريول تبعها فبين الكيلوت يعني ايميليشن كان عمرها 8 سنين ف الزل قدام كل المدرسة انه بين كلوت زائد انه تجروح كلها الام رحت عند المدرسة قالوا لها المدرسة انه الحق هو اهلاته عندهم مشاكل شو نحن بدنا نعلمهم كيف يربوا اولادهم بدنا نتحمل هذا كان جوابهم فالليتلي قعدنا معه ونحن وهي كملت مع امها بالبيت انه تتعلم تقول له نو قلت لها هلا ايفا فنيخ باغ ايسي ونعمل لها انه جاي من هون هلا اعمل لك هيك نغير السيناريو كيف بتبرم تقول نو حتى تقوي نفسها وعلمناها كيف تعرف تنقي رفقاتها كمان الولد امرار بيكون هيدا الجروب هم اللي بيأذوه وعلى كل ريكري بنشوفه نحن كإدوكاتور بنشوفه انه على كل ريكري بيرجع بيروح على بيقعد معهم وبيروح بيلحقهم بيقعد معهم هن بيرجع بيتمسخروا عليه وبيقولوا له اطلع بيرجع يعني فامرار الولد بده تقعد معه امه تقول له شو هو يكون صديق؟ شو يعني صديق؟ صديق حدا بحبك بخليك تنبسط بحالك الويال بتتسلوا سوا بتعرفي هو يمكن عن براءة الولد يعني كثير
كثير بنشوف هالمشاهد بالمدارس لانه بحس حاله انه هيدا الجروب هو القوي، هيدا الجروب هو اللي عم يتسلى اكثر، هيدا الجروب هو الزعيم اللي عاملين العصابه الحلوه، فبحس حاله هو انه لازم يعمل شيء ليرضيهم. صح، هيدا قصه نعمل شيء ليرضيهم عم بخليه يوقع بمشاكل كثيره. ابسوليومون، والبرسبسيون، لان مش بس يعني عندك المين بوينت هيدا، هي يعني وصلتي على السورس. مش بس الولد هيك بحس، اهليته مفكرين انه هيدا الجروب الكول، هيدا الجروب القوي، هيدا الجروب شو اسمه. تانديسك كنت عم نقول هلا من شوي انه المشكله مش مع الضحيه، المشكله مع البولي المتنمر. دراسات بتبرهن، وانا يعني اي كتاب بحياتكم مكتوب عن المتنمر بيقول انه الغلط عند المتنمر. يعني هو بالبيت عنده مشكله، هو عنده يا عم بتعرض للتنمر، مثلا بتعرض للتنمر بالاوتوبيس، بيجي بيعمل بالاوتوكار، بيجي بصفه بيتمسخر بالاوتوكار، بيكونوا اكبر منه بيتزنخوا عليه، بيقوم بيجي بالصف بفش خلقه برفقاته. في يكون عم بيتعرض للتنمر بقلب البيت، في يكون انه عم بينضرب بالبيت، او في خيو صغير مثلا عم بيتزنخ عليه، ساعتها بفش خلقه. في يكون بالبيت في مشاكل عائليه، يعني في خناق، في ديفورس، في سيباراسيون، في او بس هالخناق وهالمشاكل وهالمشاكل الدائمه. فهو بيطلع برفقاته بحس ليه انتم ما عندكم مشاكل تعاوني، بدي انا اخلق هذا الشيء بيناتنا. خصوصا الاولاد اللي مثلا بيشوف انه امه دائما بتجي بتشوفه، امه بتجي بيا بياخدها بعد المدرسه، انا بيي مش لاكشني، او يمكن انا بيي يحو عم يشتغل برا، مثل كثير حالات بلبنان عم يشتغل برا، فبس الولد هون في غيره، فمن ورا الغيره، من ورا الانتميديشن الولد هو عم تعرض لبولينج، من ورا كمان سلف استيم. يعني انا في شيء حالي مثلا، يمكن هي بتأتئ بالعربي او هي عندها مشكله بالعربي، ساعتها باول السنه اول ما واحد يرفع ايده بالصف يقرا عربي ويتأتئ شوي، بتصير تضحك عليه وبتستقوي عليه. ليش؟ حتى تغطي انه مش هي المشكله منيحه حدا تاني. فاي نقص عندهم او حقيقي او هن حاسين فيه، او هي احلى مني، فجلسي نقص سلف استيم، كل هدول الامور اللي بتخلي الولد انه هو. وفي يكون بس انه ما تعلمت، فيني هلا احكي مثلا عن بنت يمكن هي البوبولار بالمدرسه وبالبيت هي بنت الوحيده المدلله اللي كل شيء اللي اهليتها وستها وجدها وكلهم يا حبيبتي وشو بدك، وهالدلال الغلط يعني اللي صار لمرحله اوفر. فهيدي البنت ما تعلمت تعاطف، يعني حتى مع امها يمكن عم تتعاطف، ماما جيبي لي هاي، ماما شو اسمه، ماما سكري على التليفون انا جو تبال، اللي عم تستقوي على اهليتها حتى. فبتروح على المدرسه. هيدي نقطه كثير مهمه، النقطه اللي توقف عندها، لانه في اشخاص بفكروا ما حدا ما بحب يدلع اولاده، ما حدا ما بحب يشوفهم احسن شيء، بس قديش بده يكونوا هون واعيين الاهل انه ما يزيدوا عن حدهم، لانه بينسوا انه في بنت طول الوقت حتكون بين تحت جناحنا مثل ما بيقولوا، لكن في مدرسه، في جامعه، في حياه اجتماعيه 100%. يعني قديش هون توصل عندك اشخاص بتقول الاهل هن، يعني انا هون من حكيك اليوم عم شوف انه اكثر الضحيه عم بيكونوا الاولاد من قبل الاهل، طبعا مش بكل الحالات ولكن معظم الحالات. هون قد ايه بده يكون في افورت من الاهل، قد ايه بده يكون في اوقات كثيره مش بس نلعب مع اولادنا، انما نخبرهم اشياء لتكون معلومه عم توصلهم. نعم ابسوليما. هون للاهل انا بقول بفهم بدنا ندلع اولادنا، ونحن بجيل وعالم تدليع، بس دائما شدوا على التعاطف وحس مع الاخر. فانا للولد للبولي يعني بتصير بعلمه كمان انه مثلا يتعاطف، شو بيصير اذا انت حد عمل لك هيك او حد عمل باختك هيك، وشو حط حالك محله. فبالبيت انا فيني دلع، بس كمان بدي احط له حدود، انه هلا ماما عم تحكي على التليفون بدنا نحترم. مزبوط. هلا ماما وبابا عم بيحكوا بنحترم، هيدي قلنا لا يعني لا، فكلمه لا تكون حازمه وتكون مش بتتغير اذا بكيت. صح. وكون في تعاطف، انه مثلا يجي با ماما جرحتي شعور تيتا. مزبوط. تيتا اجت تشوفك وتتلعب معك، هلا انت عم تحضري تلفزيون او عم تعملي ما شو، فجرحتي شعورها لو حدا عمل فيك هيك. فهيدا علم التعاطف شيء كثير مهم. مزبوط. كرمال يتعاطف مع اشخاص بالحياه الاجتماعيه وخاصه بالمدرسه. ذكرنا فكره الشخص اللي هو الضحيه اللي عم بيروح على بيته، ذكرنا كيف لازم الاهل يتعاملوا معه للولد ليقولوا من شخصيته، ليحسسوه انه انت فيك تكون احسن منهم، فيك تكون مثلهم، مش انت بتفرق عنهم باي نوع من الاخر. ما حكينا عن الاهل اللي بيكون
يكون اولادهم هن اللي عم بيسببوا. فتيجي على البيت وتكون معي اليوم بدنا نحكي شيء واقع عم بيصير اليوم، بدل ما اجي انا عيط عليه او ما ضروري عيط، انه فهمه بطريقه صارمه انه هذا الشيء غلط، بنبسط له وبشجعه برافو يقبرني تعال شوفوا شو عمل. يعني عم نكون شوي اكثر مثل ما بنسمع، لانه في اهل ما بعرف ليه بحبوا يكونوا اولادهم هيك، ما بعرف لا بياخذوها انه هيدي قويه شخصيه. قديش هون بس حلو هون شو ذكرتي طلع، قلت انا كل 7 ثواني بتصير في حاله تنمر بالمدرسه. الاساتذه بشوفوا فعليا 4% من اللي بيصير مع تلاميذهم. اوكي، فأهل عم بتعرض ابنهم للتنمر، يعني هو الضحيه، بيركضوا على المدرسه وما عن حق، لان لازم يخبروا، لان مثل ما هلا قلت وان شاء الله المستمعين يعرفوا، الاستاذه بتشوف 4% بس من اللي بيصير. اوكي، فلازم تخبري الاستاذه شو عم بيصير بابنك حتى تخلي عين عليه تنتبه عليه. فبنركض اذا ابني الضحيه بركض على المدرسه وبخبر كثير منيح، بس اذا ابني هو المتنمر، هو اللي عم يتمسخر، هي اللي عم تقسى، هي اللي عم تقهر، ساعتها انا بجي على المدرسه بتلبق ايش خصني انا؟ انا ابني شخصيته قويه، يعني شو بدك اياه يصير توتو حتى هي ابنها يرتاح؟ يعني ما خصتي انا لين تقبرني، لين ابدا ما بتعمل هيك اشياء، لين بجي انا عم بدافع لين ملاك ويكون لين خير بالصف كله. وامرار قديش بيكون الولد بريء بالبيت وبيفجر مواهبه برا، والعكس صحيح امرار. فهون برجع بكرر للأهل، أو إذا ولادكم مدرسة عم بتقولكم إنه هو المتنمر، أو أنت وقت تعزمين على البيت بتشوفي إنه بنتك عندها سيطرة، وسيطرة بتقهر. يعني مش هالليدر منا نيلسون مانديلا، يعني مش هالليدر الكتاب، لا بالعكس ليدر، وبتحسيها يعني إنه عم بيلعب وبتحسي إنه قهرت. فهون ما انبسط بهالشي، لأن معناتها بنتي بشي محل أو ابني حاسس نقص، حاسس عنده لو سيلف استيم، أو ما عندها قدرة للتعاطف. هول الأشخاص دراسات بتبين إنه وقتها يكبروا النجاح تبعهم بخف، ما بيكونوا أنجح من هوليك، بالعكس يعني هني بيكونوا تعكس سلبي على حياتهم، تعكس كتير سلبي على حياتهم على مدى طويل. العالم تتقبل أو الولاد ما بيعرفوا شو يعملوا مع المتنمر، بس وقتها يكبروا العالم تبعد عنهم، و they're not given success، they're not promoted، وعندهم شانس أكتر يكونوا يعملوا جرائم. بتبين كمان هيدا الشيء هي بتبلش مزح وضحك. ونحن اليوم بس عم نحكي بهيدا الموضوع، هي توعية للأهل ليكونوا على معرفة وبين إنه هالأشياء بتصير بالمدارس. صعب كتير نقولها، بتمرق في أشياء وأمور بتقطع، بيقولوا أطفال وأولاد، ولكن في أشياء كبيرة عم بتسبب قلة ثقة بالنفس للولد الآخر، عم بتسبب مثل قهر وذل ببعض الأحيان. يعني اليوم إذا بدنا نعطي إكزامبل عن موضوع الأولاد، حطينا كتير اليوم، مرقنا مرور الكرام على المدارس، ولكن هي الأساس وهي لازم ينحكى. شو رأيك اليوم بموضوع المدرسة، وشو لازم دور المدرسة الكبير؟ دور المدرسة كتير مهم. هلا أنت هون بس بالحكي اللي كنت عم تقولين معك حق، أمرار إشي بتمر على مزح، بس بدي أذكر الأهل إشي اللي قلناها، إنه كيف يدافعوا عن حالهم، كيف يقولوا لا، كيف يقول ما بدي. علموا الولد إنه يعملوا هالشي كل مرة، شيء صغير أو شيء كبير، كل مرة ماما بيضايقك دفشك شوي أو شيء رد، ما don't ignore، يعني ما تتجاهل، لا كل مرة رد. المدرسة دورة مهم، فنحن في عدة بالتنمر تنوقفه، في الضحية تعرف تدافع عن حالك كل مرة، في المتنمر يعرف حاله انه هو الغلط مش هو الصح، وانه في مشكلة، ليش انت عم تعمل هالشي، ليش عم تظهر بفئاتك، ولازم يتحاسب، لازم اهله يقولوا له هيدا الشي غلط، لازم المدرسة تقول له شي غلط. في بعد في اثنين، المدرسة والاساتذة. المدرسة والاساتذة دور مهم، لان هن بدهم يحطوا حدود. المدرسة المعلمة اللي لا، في هون دورين، أمرار المعلمة هي، مع كل احترام لكل المعلمات وأكترية المعلمات بعقده، بس انتبه للمعلمة اللي هي بتبلش الضحية بصفة، كيف رامي شو هيدا عم تكتب لي مثل كتابة الدجاجة هاي، رجع جعد لي هالشي، هيدا اللي قتل شو اسمه، فهون بيلقطوه الصف وبيمشوا عليه. مصبوط. أمرار المعلمة هي البولي، بتفتح له مجال، بتفتح مجال لصفة، أو هي اللي بتصير بتخفف من شخصيته للولد، فكمان إذا أي حدا من فئاته قال له شي
ما بيدافع عن حاله. هلا فهوني بدي اتاكد انه المد الاستاذي مش هي اللي عم تكون المتنمر، بس بنفس الوقت بدي اكد وهيدا اكثريه الاستاذي مش هني بس صح. حتى ولكن مكون. بدنا نحكي يعني هي في اكثريتهم مش هيك، ولكن في هيك في هيك, في هيك ممكن تكون منا قصدتها، ولكن فتحت مجال لاشخاص ثانيه لانه ما بقى في دافع عن حاله لانه حلو مس الفلانيه هي اللي قالت عنك، ويكون عم ياخذ القوه من المس صح. فما ننسى كاساتذه نحن الرول مودلز، والكلمات والالفاظ وقله التعاطف مع تلاميذنا بيصيروا هن بيستعملوها بين بعض، وقله الاحترام مع تلاميذنا بصير بيستعملوها بين بعض. هلا دور المعلمه انه كل مره تشوف تنمر بصفه، يي ما بدي يكون قاعد معه ضل ريحته طالعه، يي ما بدي يكون بالجروب، بدي هي يكون بالجروب معهم، كل هدول الامور هاي اذا طلعوا اذا رفع ايده وصاروا يضحكوا عليه. دراسات بتبين انه الاولاد بطلوا عم يسالوا اسئله بالصف صح. اخر 10 سنين مش لانه صاروا كلهم اجى وحي اينشتاين عليهم، لانه صاروا يخافوا يسالوا اسئله بالصف اوكي. فسوبر امبورطون انه كل ما يصير في حاله تنمر بصفي بدي اقول هيدا تنمر مش مسموح بصفي، فيرست وورنينج. ونحن هيك بنمرن الاساتذه، بنمرن الاساتذه نحن مثل بنمرن الاهل، بنمرن التلاميذ بالمدارس، بنمرن الاساتذه بده يكون في عقاب وينلفظ يعني ينعرف. التلميذ امرار ما بيعرف انه هيدا هو التنمر، بيفكر مثل ما قلتي انه مسحه صح. فهون تقول هيك هيك مزح مش مسموح بصفي، هيدا تنمر مش مسموح، فيرست وورنينج، سكند وورنينج يطلع برات الصف. المدرسه وكاداره بدها تعرف انه هيدا شيء مهم وما نتجاهل. في مدارس بدي اقول لك بلبنان في كثير مدارس اللي هن عم يركضوا على تلاميذهم ويحموا تلاميذهم وبيعملوا امر سريع، وفي مدارس من اكبر المدارس اللبنانيه يعني المشهوره والمدارس اللي قلقها اللي هن ليز يو فيرمي ما عم بيصير شيء عنا، شو بولينج شو انتيميداسيون ما بيصير عنا بولينج، كون هي هاي المدرسه اللي عم بيصير كثير عم بيصير فضائح مثل ما بيقولوا. فهي المهم انه المدرسه والديركسيون ما تسكري، لانه اذا بقلكم بس اذا انتم همكم علامات تلاميذ، لكن الولد اللي ما بيحس حاله بامان بصفه مع تلاميذ مع رفقاته او بالكور ما بيقدر يركز على الصف، وايه علاماته حتنزل اوتوماتيكلي. فنحن عندنا بتل بوليسي اللي وقت بالمدرسه مثلا بتبع برنامج بروتكت ايد كمان فيها تاخذ بوليسي معها اللي هي بتقول يعني شو لازم. ما بيقولوا بوليسي بالعربي، بتقول قانون معين او قانون معين، قانون معين لازم ساعتها الاساتذه والتلاميذ يتبعوا. بصير اذا الولد عمل فيرست وورنينج سكند وورنينج ثيرد وورنينج بعدين في كونسيكونس بده يمضي كونترا بده يعمل سيانس يعني بتكون هيدي البوليسي اللي عم تنحط بشكل جدي وكل مدرسه عم تاخذها بعين الاعتبار صح. للاسف خلص وقتنا موضوع كثير طويل مثل دايما بنبسط فيكي وبحضر لك لك اهلا اولويز بلجر كون معك. ثانك يو حبيبتي، كان بنبسط فيكي، وهيدي توعيه للاهل وللتلاميذ وللمدرسه بحد ذاتها، لانه ما بدنا ناخذ كل شيء بالمزح والضحك، انما بتولد يعني مثل ما قلتي لمجتمع بالنهايه بيكونوا فاشلين بيكونوا عندهم مشاكل نفسيه ما بدنا نوصل لهم. شكرا لحضورك، ثانك يو لك حبيبتي. مشاهدينا بدي اذكركم دايما فيكم تتابعونا عبر www.nbn.com.lb بريك صغير ومتابعين ما تروحوا لبعيد.